بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثاني لمعادلة بيسل إكويجن. في فيديو سابق تعرفنا على معادلة بيسل إكويجن، هي كانت x سكوير y دبل داش زائد x y داش زائد x سكوير ماينس نيو سكوير y equal to zero، وقلنا هذا هو الجنرال فورم مالتها. وقلنا اذا الاوردر اللي هو النيو اذا كان not integer، عدد غير صحيح، جواب معادلة بيسل يكون بالشكل الآتي: y للx تساوي c1 j new للx زائد c2 j minus new للx. وتعرفنا على ال j new وال j minus new، وقلنا هي عبارة عن عدادات تبدأ من الزيرو وتنتهي بالإنفينيتي، وقلنا هذا النوع من الحالات نسميه الفيرست كايند، وكذلك عرفنا الجاما فاكشن وتطرقنا إلى عدة حالات. الحالة الأولى كانت إذا كان النيو هو عدد صحيح موجب وعرفنا شلون نحل، واذا كان النيو كسر موجب وعرفنا شلون نحل، واذا كانت النيو هي عدد صحيح سالب او كسر سالب او صفر. وكذلك تطرقنا للحالة الثانية اللي هي اذا كانت النيو تساوي انتجر عدد صحيح، وقلنا بها حالتين لازم نعتمدها. الحالة الأولى إنه j ماينص ال n للx تساوي ناقص واحد لل n في j n للx، أي إنه سالب عدد ممكن نخليه سالب واحد أس ذلك العدد في جي للعدد نفسه. الحالة الثانية قلنا الجواب اللي هو جي للآن هذا هو سميشن من الآر تساوي زيرو للإنفينيتي سالب واحد أس آر إكس أس إن زائد اثنين آر على اثنين أس N زائد 2R في مضروب الـ R N زائد R الكل مضروب، الكل مضروب. وعرفنا رسم الدالة، وكذلك تحدثنا عن الحالة الثالثة اللي هي Bessel function of half integer، يعني انه النيو اذا جاني هاف انتجر كان يكون مثلا زائد ناقص نصف زائد ناقص 3 على 2 وهكذا. وعرفنا شلون نحلها وشلون نعبر عنها بدالة الساين والكوساين. اليوم راح ندرس بعض الخصائص لدالة البيسل إكويجن. هذه الخصائص جدا مهمة، properties of بيسل فاكشن. الخاصية الأولى اللي هي J ناقص N تساوي ناقص واحد أس N J لل N، يعني شنو؟ أي إنه إذا أجاني العدد الأوردر أقصد به
odd أو إذا أجاني even. إذا أجاني odd كان يكون مثلا جاي للسالب 3 ممكن أعبر عنه حسب هذا القانون اللي هو سالب 1 أس 3 يبقى سالب 1 في الجاي ينزل المن للثلاثة. هذا إذا أجاني فردي. أما إذا أجاني مثلا زوجي كان يكون مثلا جاي للسالب 4 تساوي حسب هذا القانون سالب 1 أس 4 راح يصير موجب والجي ينزل جي الأربعة. هذه هي الخاصية الأولى. بعد عندي خاصية ثانية شو تقول، هي مشتقة الجي نوت اقصد بي زيرو تساوي ماينس جي واحد. خاصتين جدا مهمات بحل المسائل اللي راح تجينا إن شاء الله. عندي علاقات هنا راح اسميهن الريكورانس ريليشن. هاي العلاقات جدا مهمة نكتبهن وبعدين نسولف عليهن. الاولى شو تقول، تقول الدي للدي اكس المشتقة بالنسبة لاكس اكس اس ان في جي ان يساوي اكس اس ان، يعني الاكس اس ان نفسه ينزل الجي ان ناقص واحد. العلاقة الثانية اللي هي المشتقة بالنسبة لمن اكس اس سالب ان جي اس ان تساوي سالب اكس اس سالب ان نفسه ينزل في الجي هنا راح يزود واحد ان زائد واحد. زين هاي العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة شو تقول، تقول المشتقة الجي ان تساوي ان على اكس في جي ان ناقص جي ان زائد واحد. هذه العلاقة الثالثة. العلاقة الرابعة هي مشتقة الجي ان تساوي ناقصا ان على اكس جي ان زائدا جي ان ناقص واحد. العلاقة الخامسة تساوي ان على اكس في جي ان. طبعا طلاب مرة جمعهن، مرة بالجمع ومرة بالطرح، يطلع عن العلاقة الخامسة والسادسة اللي هي ان على اكس جي ان تساوي نصف جي ان ناقص واحد زائدا جي ان زائدا واحد. والعلاقة الأخيرة تساوي مشتقة الجي ان تساوي نصف جي ان ناقص واحد ناقص ان جي ان زائد ان واحد. هذه العلاقة جدا مهمة في حل المسائل. حسنا هذه العلاقات المسألة لما تجيني شلون، طبعا طلاب الحالة الأولى والثانية ذني دائما نستخدمهن مع التكاملات، مع التكاملات، تكاملات دالة البصر. أوكي العلاقة الأولى والثانية. العلاقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة شلون تجيني؟ أسأل نفرض المسألة تجيني، المسألة تجيني يا أما بدون تفاضل، بدون تفاضل أو مع تفاضل اشتقاق. زين بدون تفاضل يعني مثلا كان يكون يقول لي عبر لي عن الجي 4 بدلالة الجي 2 والجي 1. فهسه لما أباوع المعادلة ما بيها تفاضل، فيا علاقة أروح علاقة رقم 5، علاقة رقم 5 اللي هي ما بيها تفاضل. أوكي أستخدم علاقة رقم 5. احنا هسه راح نوضح إن شاء الله حالة حالة. بعد إذا أجاني بالسؤال تفاضل، إذا أجاني بالسؤال تفاضل فش راح أسوي؟ بحالتين. الحالة الأولى هالتفاضل مالتي بدون X لو مع X، يعني بي X X تربيع X تكعيب لو بدون X. زين هسا إذا بدون X العلاقة رقم 6، العلاقة رقم 6 هسا إذا تلاحظونها بدون X. زين
اذا اجتني مع اكس اذا اجتني مع اكس راح استخدم لها علاقتين هسه الاباو على العلاقه مالتي سؤال مالتي الاوردر مالته اذا يزداد الاوردر مالته اذا يزداد فراح استخدم العلاقه رقم 3 واذا يقل راح استخدم الاوردر يقل راح استخدم العلاقه رقم 4 شلون هسه راح اتعرف عليهم شباب حاله حاله هسه مثال عندي مثلا هذا المثال يقول عبر اكسبرس اكزامبل يقول اكسبرس جي 4 ان تيرم اوف جي 1 و جي 2 اوكي هسه يريد عندي الجي 4 اعبر له عن الجي 1 والجي 2 زين هسه لما اباوع السؤال هل السؤال بيتفاضل ما بيتفاضل فاذا ما بيتفاضل استخدم يا علاقه شباب اذا بدون تفاضل قلنا العلاقه رقم 5 اللي هي شو تقول تقول ان على اكس جي ان تساوي نصف وهكذا زين فراح شو نقول ان الحل ان على اكس جي ان تساوي نصف جي ان ناقص واحد زائدا جي ان زائدا واحد زين هذه العلاقة اللي راح استخدمها زين هسه لما اجي اباوع طلاب الجي 4 بالنسبة للجي 1 و 2 اكبر لو اصغر اكيد الجي 4 هو اكبر واحد بيهن فهنا بالعلاقة مالتي اباوع من هو اكبر اوردر بالنسبة للجي هنا ان زائد واحد هنا ان ناقص واحد هنا ان فهذا هو اكبر اوردر اي انه ان زائد واحد تساوي 4 راح اطلع قيمة الان تساوي 3 زين هذه هي قيمة الان اجي هسه اعوض بالمعادلة مالتي راح يصير عندي 3 على اكس جي 3 تساوي نصف جي 3 ناقص 1 2 زائد جي 3 زائد 1 4 زين هسه لما اجي اباوع السؤال مالتي شو يريد من عنده هو اعبر له عن الجي 4 بدلالة الجي 1 والجي 2 هسه هنا ايش طلع عندي طلع عندي الجي 2 اوكي هنا الجي 4 انا احتاجه بينما هنا طلع لي شنو جي 3 هذا لازم اتخلص من عنده شلون نفس الطريقة الجي 3 بالنسبة للجي 1 والجي 2 اكبر اوردر فراح اقول الان زائدا 1 تساوي شقد 3 اي ان الان تساوي شقد 2 واجي اطبق على نفس القانون فراح اقول هاي وكأنما اقول هاي علاقة 1 زين اجي هنا راح اقول 2 على اكس جي 2 تساوي نصف 2 ناقص 1 جي 1 زائدا 2 زائد 1 جي 3 زين هسه طلع عندي هنا شنو جي 1 احتاجه بالسؤال انا وهنا طلع عندي جي 2 احتاجه والجي 3 انا اريد اتخلص من عدته فراح اخلي جي 3 بدلالة البقية اي ان جي 3 يساوي سلو نضرب هنا المعادلة في 2 حتى نتخلص من هذا النصف راح يصير شقد 4 على اكس جي 2 ناقص شنقل جي 1 ناقصا جي 1 هذه هي علاقة رقم 2 معادلة عفوا رقم 2 اعوضها بالقيمة بالمعادلة الفوق ايش راح يصير عندي 3 على اكس تنزل نضربه في 4 على اكس جي 2 ناقصا جي 1 سد القوس يساوي نصف جي 2 زائدا جي 4 هذه هي هسه المعادله مالتي انا شريد اي جي 4 دوت البقيه عفوا هسه اتخلص من هاي الاثنين راح اضرب في 2 المعادله
راح يصير عندي هنا أنا إيش راح يصير عندي اثنين ثلاثة في في أربعة 12 واثنين عفوا هسه أتخلص هنا أنا راح يصير عندي ستة على إكس مضروبة في أربعة على إكس جي تو ماينس جي واحد تساوي جي تو زائد جي فور. هسه جي فور يساوي لي ستة على إكس. إذا تريد قبل تدخلها على القوس تقدر، وإذا تريد تخليها هيك هم ماكو مشكلة. ستة على إكس في أربعة على إكس جي تو ناقصا جي واحد، وهذا نقله ليصير ناقصا جي تو. هذا هو شباب الجواب مال هذا السؤال. زين ناخذ بعد سؤال ثاني. السؤال الثاني يقول عبر لي عن اكسبرس اكزامبل اكسبرس جي ناقص 5 على 2 in terms of j للنصف و and j ناقص نصف. زين هسه شباب السؤال بيتفاضل ما بيتفاضل؟ اذا مباشرة علاقة رقم 5 اللي هي n على x jn تساوي نصف جي ان ناقص واحد زائدا جي ان زائدا واحد. هسه نجي شباب الجي